اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام وحياه احنا بنتكلم دلوقتي في الكنائس السبعه اللي في سفر الرؤيا اللي يسوع ظهر فيها ليوحنا وكلمه كلام واضح لسبع كنايس وبعد كده ابتدى يقول الرؤى اللي هي يعني كلام كله رموز مش ده الموضوع بتاعنا احنا بنتكلم في الكنائس وهنتكلم النهارده في كنيسه اللاود وطبعا معانا الاسيس عادل ملك اهلا بحضرتك قسيس اهلا بيك يا ميلي. اهلا بيك آه هنقرا الاول الجزء بتاع رؤيه 3 من 14 ل 22 بيقول واكتب الى ملاك كنيسه اللاودكيين هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بداية خليقه الله انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حرا ليتك كنت باردا او حرا هكذا لانك فاتر ولست باردًا ولا حارًا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت، ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير وأعمى وعريان، أشير عليك أن تشتري مني ذهبًا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابًا بيضًا لكي تلبس، فلا يظهر خزي عريتك. وكحل عينيك بكحل لكي تبصر إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب ها واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس آه الكلام ده زي ما كنا بنقول قبل التصوير يعني دي أكتر حاجة سمعتها في وعظات كتير قوي من وانا صغيرة قوي صحيح آه بس, بس واضح من الحلقات ومن اللي احنا بندرسه في البرنامج انه في ابعاد كتير قوي يعني هو ده في فكر روحي بس في في حاجه تانية للكنيسه دي وحاجه الرب عايز يقولها لنا احنا دلوقتي. أه فحضرتك ايه رايك في الكنيسه نفسها او خلفيتها مم. ايه؟ أه كالعاده هقول لك بعض الحاجات عن لوديكيه. اه المدينه مم. اللي هي فيها كنيسه اللوديكيين. أه كان فيها حاجات مهمه هتساعدنا المدينه دي لما نعرف ايه اللي كان فيها تعرفي المجتمع اللي فيه الكنيسه ومن خلال الحاجات دي تقدري تخمني الكلام اللي بيقوله ده معناه إيه؟ لأن أي كنيسة بتأثر بتتأثر بالمجتمع اللي فيه والمفروض تأثر كمان على طبعا. المجتمع اللي هي فيه المدينة دي غنية جداً جداً مم. مدينة مشهورة بالبنوك وكانت قلة قليلة البنوك في الوقت ده بنوك؟ بنوك دي حاجة كتير اختراع بقى اه وبعدين فيها كلية طب المدينة دي متقدمة جداً يعني بالضبط وفيها صناعة ملابس وسجاد مم. بحيث أنه والحاجات المرتبطة بيها مم. لأن أي صناعة تبص تلاقي لها حاجات مرتبطة بيها زي سيوت. الصباغة أول ما تقولي يعني الملابس هيبقى في صباغة عشان عايزين ألوان مختلفة يعني مم. الحكومة ساعدت المدينة دي سنة 17 ميلادية آه لان المدينه حصل فيها زلزال وتهدد كل المدينه تعرف الزلازل في الوقت ده ما كانش في اي حاجه تمنعه فكان آه. كل بيوت تقريبا بتقع سنه 60 اتبنت آه باموالها هي حصل زلزال تاني يعني سنه 17 ميلاديه الحكومه ساعدتها سنه 60 رفضت مساعده الحكومه لانها بلد غني. فهم اللي ساعدوا نفسهم وبنوا البيوت تاني لا يوجد في, ال... في, ال... في الكنيسة دي ضدها محاربات لما تشوفي هتلاقي ما فيش محاربات لا من الخارج ولا من الداخل اه يعني عادي ما فيش محاربات يعني. آه. آه. في تعبير استخدم في, ال... في النص اللي انت قريتيه بدأت خليقة الله ده المسيح م. بدأت خليقة الله التعبير ده التعبير ده قبل كده بولس كان اه بداءة تعليم بدأت لا. خليقة الله شهود يهوه بيقولوا شايفين المسيح مش هو الله هو بدأت خليقة الله اه أوكي. بالك آه، اثبات واضح ان المسيح هو ليس هو الله آه، ده شهود يهوه اللي بيقولوا كده معلش هقراها بالانجليزي وهترجمها لان الترجمات مهمه قوي هقرا لك ترجمتين النيو ريفايزد ستاندرد ترجمه من الترجمات اللي انا شخصيا بستعملها محترمه قوي يقول ذا اوريجين اوف جادز كرييشن اساس اساس اصل امم الخلق ال اي في نيو انترناشونال فيرجن ذا رولر اوف جادز كرييشن مشرع حاكم او حاكم خليقة, خريقة الله مصدر خليقة الله بادئ خليقة الله مش, مش إنه هو أول حاجة اتخلقت مش بداءة خليقة آه. الله بمعنى أنه هو اتخلق يعني طبعا فده الرد علينا من رد على الشهود هو مننا أن دي لا تعني هي كلمة بداءة اللي هي أرك عارفة أرك زي أرك إنجل رئيس ملائكة أرك آه. أوك. رئيس خليقة آه. الله هي دي الكلمه اللي استعملت باليوناني في المكان ده فبالتالي دي ملهاش اي علاقه غير ان هو اللي بدا الخليقه هو اللي صنع الخليقه بدات خليقه الله لا تعني ان هو أول واحد. اول واحد اتخلق لا يعني اللي نح... لاحظوا بقى في الرساله اكتر الرسائل السبعه قوه في توجيه لوم لكنيسه هي دي لوم فظيع وهنشوف ونحلل الكلمات دي المعتقد ان في رايي او في راي طبعا اساتذتي الناس اللي انا قريت لهم ان الكنيسه دي هي اقرب كنيسه لكنيسه القرن الواحد 21 ده حقيقي. يعني المشاكل اللي كانت فيها الحاجات اللي يعني بتحصل معاها هي نفس اللي بيحصل معانا أه وقريب جدا ليها وعشان كده الكنيسة دي الكنيسة السبعة الأخيرة م. واللي هي بيسميها ال... بنسميها الكنيسة الفاترة م. بال... بال... بالانجليزي لوك وورم يعني كنيسة لا هي حارة ولا باردة طب ليه يسوع في الأول؟ احنا قلنا إنه في كل مرة أي. يسوع بيسمي نفسه حاجة ليها علاقة بال... بمشكلة الكنيسة صحيح فهو بيقول على نفسه الامين مم. الشاهد الامين الصادق وحضرتك فصلت بدايه خليقه الله صحيح الامين بمعنى اللي هو مستامن على شيء يفعله اللي هو بدا الكنيسه كل كنيسه بتبدا دايما باسم المسيح حقيقي وهو الشاهد لله في نفس الوقت الرب يسوع هو الله اللي تجسد اللي شفناه في التاريخ بيحصل انه يتجسد ويبقى الله نفسه فبالتالي هو الشاهد الامين الذي يشهد عن الله لا يوجد اي حد في العالم حدث معه ما حدث مع المسيح ان هو يبقى الله في يوم من الايام وبعدين يتنازل ويبقى بشر تاني يوم. بس هو بيفضل الله برضه وهو يفضل الله وهو بشر وهو بشر طبعا م. لا يوجد افتراق م. بين الوهيته م. وبشريته م. طيب ليه برضه يعني ايه علاقه الشاهد الامين ايوه الصادق أيوه. وبداية خليقه الله بمشكله الكنيسه عايز يعني شوف العدد اللي وراه على طول انا عارف اعمالك لاني انا الشاهد الامين انا اللي عارف كل شيء انا عارف اعمالك م. ارتباط ممتاز في المقدمه انه يعني يعني انت لازم تاخد بالك بقى خد بالك من الكلام الجاي انا شايفك يعني انا شايفك وعارف اعمالك و لما حضرتك قلت ان هو هو الاساس بتاع خليقه الله وهو بدأت. اه البادئ, البادئ. الخليقه أي. كانه بيدينا مثل ان احنا نعمل الحاجه بامانه م. ان هو صحيح. يعني تفنن في خليقته وعملها احلى حاجه اه فكانه بيقول لنا طب ما ما تعملوا احلى حاجه وانتوا بتعبدوني يعني م. كانه بيقول لنا انا مثل خدوني مثلا اعمله زي معرفش مجرد اجتهاد مني صحيح صحيح إيه خلي بالك ان هو بيتكلم مع كنيسه فيها مشاكل فظيعه يعني مم. فهو عايز يفهمهم ان يعني زي ما هنشوف في امل اه في امل الكنيسه دي تتحسن أيه. آه. وانا معاكم انا آه. زي ما بدات ايمانكم كملوا صحيح صحيح آه لما بعد كده بيقول آه الجملة شديده انا مزمع ان اتقياك من فمي مم. مم. ليل ليه لانه لا هو بارد ولا حار مم. طيب على بعد أه أه مسافه قريبه من لاوديكية منابع ميه سخنه عارفه اللي بيسموها سبا اه منابع ميه سخنه الناس تروح تغطس فيها تتعالج زي في المجر كده دلوقتي؟ أنا مش عارف اللي في المجر الحقيقة، ها. منابع طبيعية اه. سخنة اه, اه. زي, زي بول كده اه. يعني ناس تنزل فيه في صحيح في أمريكا بيعملوها صناعية طبعاً جوه مناطق معينة بحيث إن الواحد بيدفع حاجة ويدخل اه يبقى حر ال... والحر يطلع بالتدريج درجة اه. الحرارة تعلى اه لشفاء العظام او المفاصل أيوة هي اللي في المجر كده وانا بتهيألي ان هي قريبه من تركيا المجر لا الحقيقه في... المجر بعيده تركيا خلي بالك المجر في في اوروبا قريبه من المانيا كده اه اه طبعا اه فتركيا يعني مش تركيا نفس تحت على البحر المتوسط آه. آه. اه جنب اليونان على طول م. ف جنب دي بتستخدم للعلاج وفي نفس الوقت لو برضه برضو اللي فيها المنابع منابع مية سخنة م. فيها منابع مية ساعة جدا very fresh آه. تشربي منها مية في منتهى الجمال يعني ولا انت محصل المية اللي بتشفي دي ولا انت و... محصل المية بالزبط. اللي بتروي العطش وجاية المنابع المية الباردة دي من مدينة كلوسي جاية منابع فهي يعني في منابع ميه سخنه للشفاء ومنابع مياه بارده للشرب آه لما بتوصل للوديكيه المنبعين دول بتبقى دافيه لا هي تنفع للشرب ولا هي تنفع للشفاء آه. فهو بيستخدم لغه يفهموها اهل الكنيسه دي م. ان المنابع اللي يعني هم عارفين اصلها م. كل حاجه عارفين اصلها جايه منين م. المنابع السخنه والمنابع الساقعه عشان كده بيدي المثل الواقعي ده من حياتهم عشان يقول لهم كلمات قويه جدا يوضح لهم ان كنيستهم زي ما يكون ما فيش فايده منها م. يعني يا ريتها كانت حاره ويا ريتها كانت بارده خالص م. عشان يعني يبقى في حاجه بتحصل لازمه, يعني. ليها, لازمة. ليها لازمه ولان كنيسه لوديكيه فترة ولا تصلح لشيء بيقول لهم بقى ان هو انا مزمع ان أتقيأك مشكله الكنيسه دي ان هم نفسهم كانوا بيظنوا ان هي كنيسه رائعه كمان إني أنا غني وقد استغنيت هو بيقول لهم كده أنت بتقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء منتهى الكبرياء مش محتاج حاجة بالضبط لكن الرب يسوع بيقول لهم أنت الشقي والبائس والفقير وأعمى وعريان مم. يعني بالرغم أنك أنت فاكر أنك أنت الغني وقد استغنيت ما عنديش حاجة تاني أنا مش عايز حاجة تاني مم. لكنك الواقع غير اللي انت فاكره. حاجتين متناقضتين، خلي بالك منهم، اللي بتظنه الكنيسه عن نفسها والواقع بتاعها. تناقض غير عادي. زي احنا كأفراد برضو، ممكن أنا فاكرة أن في حاجة والحقيقة مش كده. والحقيقة مش كده. ودي مشكلة الكنيسة في القرن الواحد وعشرين مقاييسنا حتى غريبة. مقاييسنا في النجاح في الكنيسة بناخدها من زي ما تكون بناخدها من لو ومن جوه الكنيسة إيه المعالم بيقول إيه الغنى الضخامة الأرقام الأرقام الـ العدد العدد الـ أي حاجة الميزانية بتاعت الكنيسة إذا كانت عالية ولا كنيسة ساردس لها سمعة رائعة إنها كنيسة حية لكن رب يسوع رآها كنيسة ميتة أنا عارف أعمالك أن لك اسما أنك حي وأنت ميت فاكرة؟ دي كنيسة سردس وأحيانا بنصدق السمعة ونفتكر إن فعلا الكنيسة حية لأن الناس بيقولوا لنا كده هي كنيسة سمعتها برة حية لكن واقعها ميت مش كده مشكلة كنيسة ساردس مختلفة كنيسة سردس هم نفسهم اللي مخدوعين في نفسهم. أيوة. الناس اللي بره شايفين كنيسة سردس كويسة اسف كنيسة سردس الناس مخدوعين فيها. كنيسة لودكية هم نفسهم اللي مخدوعين في نفسهم. اه. فدي مصيبة أكبر. طبعًا. يعني تختلف اختلاف كبير. دي مش سمعتها بقى دول ناسها نفسهم. اللي فاكرين عن نفسهم ان هم مش محتاجين لحاجه الموارد بتاعتنا هائله عشان كل حاجه انت تقول لكن لانك تقول لكن في الثانيه انت انت معروف انك بالظبط لك اسم حي لك اسم لك إنك اسم حي انك ونتميت. حي وانت ميت لكن هنا بتقول على نفسك بالظبط تقول مم. انك غني وقد استغنيت مش محتاجين. مش محتاجين لحاجه مم. وخلينا برضو نفتكر انه السخن الكلام اللي بيعبر عنه بسخن وبارد هنا سخن زي ما يكون ميه بتغلي وبارد زي ما يكون تلج يعني الاثنين الاكستريمز يعني أيوة. التناقض التناقض الكبير هل الكنيسه في القرن الواحد والعشرين حاره وبارده ولا لوك ولا فاتره؟ ده السؤال اللي لازم نساله لنفسنا مم. ومش لازم على فكره في مصر ده احنا خلاص في مصر زي العالم كله الكنايس بقى في ارتباط والانترنت والتكنولوجي خلت كل العالم عباره عن قريه صغيره يعني قصدي عشان كده حتى لما بستخدم بعض الامثال اللي جايبها من بعض الثقافات الاخرى سهل ان انا اقولها أعرف. هنا اه لان خلاص بقى الفيلم الامريكاني بعد ما بيطلع باسبوع بيبقى موجود هنا م. الحاجات اللي عندكم هنا بنشوفها احنا هناك بالانترنت م. فخلاص بقت العالم قريه صغيره صح أه يعني الرب عايز ايه بقى من كنيسته؟ ده السؤال اللي نساله لنفسنا انا في رايي إنه الرب عايز يجي يزور مدارس الأحد يشوف أولاده الأطفال بيتعلموا بيستمتعوا بمعرفة بقلوبهم الصغيرة وبإيمانهم البسيط يستمتعوا بالرب يسوع ووجوده. هنطلع فاصل يا ونكمل كلامنا على كنيسة لودكيا. أقترب إليك بذلي ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي قد كنت, كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي وتركتك أنا إني أعود فترحمني وما بيدي إلا الوعد ليسترني والقلب بيحشى يناديك اكبرني أشتاق لحدني الآن وعطفه يقبلني هل اترك بابك بعد ضياع الكل او يصلح ان اقترب اليك بذلي ضيعت انا فرحتي منك تركتك لكني اعود فترحم وما بيدي اتني الاب وعطفه يقبلني جملني فقبحي قد ذهب حتى الاحشاء وسواد الليل تسرب في انتشار الدار اشتاق لخاطري تدعو الأشياء فيغير قلبي ويلبسني حللا بيضاء جملني فقبحي قد ذهب حتى الأحشاء وسواد كل الأشياء فيغير قلبي ويلبسني على كنيسه لاودكية قبل الفاصل ان هم فاترين وان هم بيقولوا على نفسهم ان هم كويسين جدا وان هم مش محتاجين حاجه عكس كنيسه سردس كنيسه سردس كان معروف عنها انها كويسه او الناس مخدوعين فيها لكن كنيسه لاودكية هم مخدوعين في نفسهم بالظبط وحضرتك كنت بتقول انه ايه بقى اللي يسوع نفسه يشوفه في الكنيسه صحيح بلا جدال الكنيسه اللي عايز يشوف فيها الرب يسوع يشوف فيها مدارس احد فيها اطفال بيتعلموا عنه آه كنيسه يجي هو يقعد على المنبر يبقى فرحان لما يشوف الناس بيعبدوه مم. لما يشوف الكلمه بتوضح للناس بطريقه بسيطه وسهله لكن في نفس الوقت عميقه عشان الناس تتغير كل يوم يشوف ويسمع ان الكنيسه مش بس جدران اربعه محيطه بمجموعه من الناس معزولين عن العالم، لا دول بيخرجوا للعالم مش لازم علشان يوعظوا ويتكلموا كلام كبير لا علشان يخدموهم يخدموا الناس زي ما كانت الكنيسه بتعمل من البدايه الكنيسه بتعمل بدايه، الكنيسه مستشفى للمرضى مدرسه لتعليم الجاهل الكنيسه بتنقل الناس من حاله لحاله استعداد لمجيئه الثاني نظام في العمل حماس في الخدمه كل الحاجات دي كويسه جدا لكن يكون بتدور حوالين يسوع يعني هما دلوقتي كنيسة اكتفت بذاتها او اكتفت واستغنت بنفسها ومش محور حياتهم هو يسوع زي ما حضرتك قلت أه. آه. ايه الحل يعني هو بيقول لهم يعني ايه اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني يعني ايه ده الامل بالظبط كده انه بيوري لهم في حل المشكلة اللي عندهم ايه الحل أشير عليك جون ستات أسيس في لندن أول سينس تشيرش كنيسة جميع القديسين في لندن م. بيقول كلمة أشير عليك كلمتين دول بيخلوني جسمي يعني يقشعر من الفرح إن الرب يسوع نفسه بيقول لي أنا عايز أنصحك م. اقترح إيه؟ عليك اقتراح وشير عليك ان نفسه الرب يسوع وايه يشير عليه انه يعمل ايه تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني كلمات مناسبه لشخص غني م. اللي هي كنيسه لوديكيه او اللي عايشين في لوديكيه وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر هنا الكحل كان عبارة عن شفاء للعينين علاج ليس ليس الكحل للتجميل زي ما في العصر الحديث لكنه كان شفاء كان يعني عشان تعرف تشوف الحقيقة صحيح تبقاش مخدوع يعني صحيح في كلية الطب اللي كانت موجودة في الأوديكية كانوا اخترعوا نوع من الكريمات يتحط أو الكحل في العينين يشفي بعض الاورام اللي في العينين مم. فبيكلمه من البيئه اللي هو فيها مم. طب والذهب والثياب لانه ده دي لغه يفهمها الشخص الغني ذهبا مصفى بالنار مم. يعني يعني عيار عالي خالص يعني مم. فده بنصحك انك بس كل دي تعود الى الحاله الروحيه أوه. مش الحاله الماديه أيوة. هو بيستخدم الحاجات الماديه عشان يوضح ليهم ضعفهم الروحي، علشان يشتروا منه هو. مم. اللي هي الحاجات التي لا تباع لا بذهب ولا بفضة. هنا بيقول الكنيسة لأجل محبته ليهم الذي أحبه أوبخه أوبخ وأؤدبه. أو آه وعايز يأدبهم عايزهم يعرفوه يسوع أكثر. آه على مدى تاريخ الكنيسه انقسمت اغلب اراء الناس لقسمين اما ننعزل تماما عن المجتمع مم. ونعيش كاننا في دير داخل اربع حيطان اللي هي الكنيسه او ننهمك تماما في المجتمع مم. وننسى العباده بتاعتنا. أيوه. هو البالانس الاتزان أيوه. هو المفروض يكون موجود. نعمل الاثنين الاثنين ممكن يكونوا موجودين في العهد الجديد بنشوف الرب يسوع بيختلط بكل الناس بالخطاة وغير الخطاة كنيسة لودوكية للأسف الشديد كانت من النوع الثاني انهمكت في المجتمع وتأثرت بالعالم أكثر من تأثرها بالكتاب وبالكلمة وبأن يكون الرب يسوع هو الشخص الحال في الكنيسة ده الأمل للكنائس الفترة الأمل لشخص ليس حارا ولا باردا زي كنيسة لودكية حضرتك ممكن تحكي لنا المثل بتاع كل مرة أيوة. علشان توضح الموضوع ماشي راجل اسمه لاري ستورت لاري ستورت كان بيبيع متجول من باب لباب من بيت لبيت يبيع بعض الحاجات يعني السلع تابعة لشركة في ولاية ميزوري كان في الكلام ده سنة واحد 71 الشركة أفلست وهو ما لقاش أي حاجة لدرجة أنه قاعد يومين كاملين لم يأكل مش لاقي فلوس حتى يأكل دخل مطعم في يوم الصبح قعد قال الراجل اللي يخدمه قال له شوف انا جعان وعايز اكل ما معيش ولا سنت الحقيقه الحقيقه دخل الويتر الجرسون بيقول صاحب المحل صاحب المطعم على القصه دي قال له في واحد قاعد برا وقال ان هو ما معهوش فلوس قال له يا واحد ما معهوش فلوس ياكل قال له اه آه صاحب المحل طلع وعمل آه نفسه انه لقى عشرين دولار تحت الكرسي بتاع الراجل الجعان م. تحت لاري جاب قال له دي الظهر دي وقع منك ال دولار وحطها آه اخدها غالبا فهم انه هو ولا وقت منه ولا حاجة والراجل عايز يحفظ ماء وجهه ليه ويخليه يدفع الفطار يعني. خلص فطار دفع 10 12 دولار وخد الباقي ومشي. لأول مرة كان يصلي كان يسمع عن الله لكنه لا يعرف من هو الله. بيقول يا رب أنت لو اديتني شغلانة كويسة أنا هعمل كده مع الناس. اساعد الناس من غير ما يعرفوا ان انا بساعدهم زي ما عمل صاحب المطعم ده معايا في ظرف سنه او سنتين بقى غني جدا جاله شغل رائع وطلع في الشركه اللي بيشتغل فيها وبقى غني جدا وعمل حاجه يسموها سيكريت سانتا سانتا كلوز عارفه ايوه السري بابا نويل السري اللي هو ان محدش يعرف هو مين ويروح للاحياء الفقيره ياخد هدايا للاطفال اللي متاكد ان هم مش لهم هدايا وحاجات زي كده قعد يعمل الحكايه دي 26 سنه من غير ما في حد يعرفه هو كان ابتدى يبقى معروف في كل الولايات المتحده لانه بقى غني جدا و مش غني جدا يعني مليونير يعني بس يعني غني بس غني. غني, مشهور شويه مشهور بالظبط بيقول انه لحد سنه 2006 كان عمره 58 سنه سنه 2006 وكل سنه كان بيتبرع وعلى مدى السنين دي جمع الفلوس اللي هو تبرع بيها في الاحياء الفقيره لها مليون دولار و ألف مليون و ألف دولار أه قبل الكريسماس سنة 2006 جريدة عرفت انه هو م. وكانوا هينشروا ان مين ده م. لاري ستورت فقرر ان هو اللي ينشر قبل ما هم ينشروا فعرف الناس الراجل ده عمل ايه ببساطة شديدة حط امل في قلوب الاطفال والناس اللي في الاحياء الفقيرة من غير ما يعرفوا ده مين مش لازم نعرف ده بيعمل ايه ولا ده بيعمل مين ولا ده بيختم ايه ولا ده اللي عايز اقوله هنا ان الامل اللي اداه المسيح لينا زي ما لاري ستورت عمل مع الاطفال الفقراء آه قد ايه احنا مفروض نعمل نحط امل في قلوب الناس المسيح مستعد يغير كنايسنا آه ومعاه ذهب مصفى ومعاه ثياب بيض ومستعد يغير الحاجات اللي فينا بالامل ده لما نكون كنيسه حتى فتره هيخلينا كنيسه حاره مرسي أسيس جدا وربنا يبارك الكلام عفوا نشوفكوا الحلقه الجايه من كلام وحياه